يعرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز صرح شامخ يعكس التاريخ الحضاري لدولة الكويت ويبرز هوية شركة نفط الكويت وكيانها عبر تعريف أفراد المجتمع الزوار بحقبة النفط منذ بدايتها الأولى. ففي مدينة الأحمد وعلى امتداد أكثر من 64 ألف متر مربع يقع هذا المشروع الثقافي المهم الذي يوثق تاريخ صناعة النفط في الكويت. جت فكرة إنشاء معرض أحمد الجابر بتثقيف الجمهور الكريم بالثقافة النفطية ونشر الوعي بصناعة النفط والغاز. كان توجه الإدارة العليا أن هي تقوم بعمل معرض يغطي البروسيس اللي يمر فيها النفط من أول عملية، عملية تكوينه، لآخر عملية اللي هي عملية إنتاجه. فتم من خلال المعرض هذا تحقيق توجه الإدارة العليا فيها للخصوص. يختص المعرض طبعا بالنفط والغاز، كل المعلومات اللي موجودة كلها تتعلق عن النفط والغاز، تاريخ الكويت، تاريخ قصة النفط، شلون بدينا. هو ليس مجرد معرض فحسب، بل هو رحلة تاريخية ثقافية تسحبك إلى زمن اكتشاف النفط في الكويت، بل وقبل ذلك الزمن بقليل. معرض أحمد الجابر في ركن تاريخي، وخصوصا تاريخ الكويت القديم وأيام شلون عايشين الكويتيين قبل ما اكتشفوا النفط، وبنفس الوقت هناك ركن ثاني يمر تاريخ مع قصة، هي قصة، قصة النفط مع تاريخ الكويت، مشروع شرح مبسط للجمهور الكريم. ويمثل معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز مفخرة لشركة نفط الكويت، حيث يسعى لتقديم شرح مبسط لمختلف الشرائح العلمية والدراسية والاجتماعية حول صناعة النفط والغاز في الكويت على الصعيدين الوطني والعالمي، من خلال مبنى متميز وفريد من نوعه يعرض صورة التقدم الحديث. السبب الحقيقي لإنشاء لهذا المعرض لأن 90% من عائدات الكويت هو الثروة النفطية، وحبت شركة نفط الكويت أن تعطي الثقافة النفطية، وحبينا أن نسوي هذا المعرض متحف وطني ويكون معلم من المعالم لدولة الكويت، وبنفس الوقت أن وزارة التربية تثقف طلبتنا وتدرس الثقافة النفطية. حبينا أن لما يزورون الطلبة ترسخ هذه المعلومات بذهنهم. هو مهم المعرض لأنه يتكلم عن المراحل اللي مر فيها البترول، فيعطينا صورة دائما إحنا عندنا قامض أنه من وين هذا النفط وشلون أنشئ. وميزة المعرض هذا أنه هو يقدر من الطلبة إلى المتخصصين والفي آي بي يقدرون يعرفون المعلومات هذه من خلال تجولهم وأخذهم جولة في المعرض. الهدف من إنشاء المعرض هو أن المورد النفط هو أساسي ومهم كبير في حياتنا. كثير من الناس ما يعرفون شلون تم استكشاف النفط ولا استخراجه ولا تكريره، ما عندهم هذه المعلومات. حبينا نثقفهم العملية استخراجه واستكشافه وتصديره هو شيء مو بسيط ولا سهل، حبينا أن الجمهور يعرف شنو العملية هذه. الشيء الثاني حبينا أن يكون ننشر الوعي الثقافي أن هذا المصدر أساسي ومهم لازم نحافظ عليه. من أهم أهداف إنشاء المعرض هو تعليمي وتثقيفي وترفيهي بالنسبة حق كل الفئات العمرية اللي تزوره. We'll be right back.
ونتيجة للحاجة الماسة لبناء معرض جديد وفق رؤية حديثة وبإمكانيات عرض وتقنيات متطورة، جاء مبنى الجديد لمعرض شركة نفط الكويت ليكمل مسيرة المعرض القديم في خدمة شرائح أكبر من أفراد المجتمع. بالنسبة حق معرض شركة نفط الكويت القديم كان يعتبر معرض صغير، أما بالنسبة حق المعرض الجديد هو يكون استخدمنا فيه تكنولوجيا وبنفس الوقت يغطي المراحل بصورة أوسع وأشمل. بدأ العمل في هذا المشروع من 2012 إلى 2016، طبعا استغرق 4 سنوات من تصميم وبناء هذا المعرض. يضم المعرض كافيه يقدر يستقبل الزوار، وكذلك متجر للهدايا. في متجر الهدايا يمكن للزائر أنه يأخذ هدايا تذكارية تمثل كل الأقسام اللي مر فيها خلال جولتها في معرض شركة أحمد الجابر للنفط والغاز. الأشياء الجديدة اللي دخلناها في المعرض هي طبعا نعطي المعلومة بطريقة مبسطة. في هناك بعض الألعاب يتفاعل فيها الجمهور وتعطي المعلومة بطريقة إن لما يتفاعل ويا اللعبة راح تعطي المعلومة النفطية. أهمية هذه المعلومة النفطية ترسخ إن هذه ثروة لازم نحافظ عليها. شلون نحافظ عليها؟ إن نشتغل بجد وإخلاص ونحافظ على الثروة النفطية. وبالتالي جاءت هذه المنشأة الوطنية لتكون مزودة بأحدث التقنيات لاستقبال كبار الشخصيات والطلبة والزائرين من شتى أرجاء العالم لترسيخ صورة القطاع النفطي في الكويت. الشيء المميز في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز أنه هو يستقطب جميع الفئات العمرية، من الأطفال المدارس إلى المختصين إلى كبار الزوار والوفود. في ركن خاص للأطفال هو ركن الألعاب، وهناك شخصيات كرتونية راح يتفاعل فيها الأطفال ونعطيهم الثقافة النفطية ونوعيهم بنفس الوقت. ويتمتع معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز بإمكانيات عرض وتقنيات متطورة تمكنه من خدمة شرائح أكبر من أفراد المجتمع، وخاصة الطلبة والباحثين الذين توليهم الشركة جل اهتمامها ورعايتها. طبعا هناك مسرح يتسع إلى 200 شخص، هناك قاعات اجتماعات، وهناك المكتبة الإلكترونية. طبعا المكتبة الإلكترونية فيها اشتراكات في جميع المواقع النفط والغاز، ممكن الباحثين والمهتمين في والطلبة الجامعة والمهندسين البتروليين ممكن يدشون فيها هذه المكتبة الإلكترونية ويستفيدون منها. في بداية الجولة خصوصا لطلبة المدارس يتم إعطائهم كرت معين يقدرون يستخدمونه من خلال أجهزة التعليم الذاتي، وفي نهاية الجولة يتم حصولهم على شهادة تبين أنهم اجتازوا كل المراحل اللي مروا فيها من خلال جولتهم في المعرض. قاعات عرض التكوينات والاكتشافات النفطية جانب آخر يتضمنه المعرض، حيث تشتمل على عدة قطع تقنية لخريطة الكويت والقارات واحتباس النفط وطبقات الأرض الجوفية وكيفية اكتشاف النفط وغيرها. يضم معرض أحمد الجابر خريطة تفاعلية مميزة تضم حقول دولة الكويت، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لحقل برقان العظيم بكل تفاصيله ومعلوماته من الطبقات الصخرية إلى الإنتاج إلى المكامن.
ويحتوي المعرض على معروضات للتلسكوبات البصرية 360 درجة ووحدات عرض عن شركة نفط الكويت، إضافة إلى معروضات للمجسمات البصرية 360 درجة، كما في حالة وجود أجواء مناخية معاكسة يمكن للزوار استخدام محطات التلسكوبات البصرية التي تقدم عروض فيديو لمعالم المركز، فضلا عن قاعة عرض عليا. يضم معرض أحمد الجابر منصة مشاهدة تحتوي على تلسكوب يبين لي أهم المواقع النفطية في مدينة الأحمدي بالإضافة إلى الموانئ. وبمجرد الوصول إلى مدخل المعرض سينبهر الجمهور بمشاهدة شاشة العرض البانورامية على نطاق 160 درجة، لتنطلق الرحلة بعدها إلى مرافق وأقسام المعرض التسع. تبدأ الرحلة في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز من أول عملية اللي هي عملية تكوينه. طبعا بسرداب المعرض رح ننزل لأعماق البحار ونعرف شلون تكون النفط، من بعدها رح ننتقل حق التاريخ تكون النفط بالعالم كله بالإضافة إلى تاريخ شركة نفط الكويت في النفط، من بعدها ننتقل إلى البرج اللي هو يعتبر أعلى نقطة في مدينة الأحمدي، من خلالها نقدر نعرف ونشوف كل المنشآت النفطية اللي تتواجد في منطقة الأحمدي بالإضافة إلى المنازل والخدمات الموجودة في منطقة الأحمدي. طبعا المنطقة الخامسة تمثل الحفر والتكرير، في هناك مجسمات ومعدات حقيقية للمعدات الحفر، وطبعا المنطقة السادسة منتجاتنا النفطية. طبعا كثير من الناس ما يعرفون شنو منتجاتنا النفطية. منتجات نفطية ليس ك وقود لمحرك طبعا السيارات او المحركات، نستخدم المنتجات النفطية يوميا مثل المواد البلاستيكية، مواد التجميل، هناك كثير من الأشياء نستفيد منها من الصناعة النفطية. قسم حرائق الآبار فهو يتكلم عن الكارثة البيئية اللي عاشتها دولة الكويت والفريق الكويتي اللي ساعد في إطفاء هذه الآبار، ونشوف كل هذا من خلال فيلم يردنا 25 سنة لورا، نشوف بالضبط شنو صار بالكويت، شلون الفريق حاول أنه هو يسيطر على هذه الكارثة البيئية. المنطقة التاسعة هي المستقبل والنفط، تتكلم عن كمية الإنتاج النفط والمستقبل. طبعا الجولة هذه تأخذ جميع الزوار وتنتهي في متجر الهدايا، يقدر الزائر من خلاله ياخذ هدايا تذكارية تمثل أقسام اللي مر فيها خلال التور خلال الجولة بالمعرض، وأيضا هناك مقهى يخدم الزوار ويخدم مدينة الحمدي. ولقد ارتأت شركة نفط الكويت تسمية معرضها الجديد بمعرض الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم البلاد العاشر طيب الله ثراه، حيث شهد عهده الكثير من المنجزات وفي طليعتها اكتشاف النفط والبدء بتصديره، ما أحدث منذ ذلك الحين نقلة نوعية كبيرة في حياة المجتمع الكويتي. سمي هذا المعرض بالشيخ أحمد الجابر صباح طيب الله ثراه الحاكم العاشر لدولة الكويت، وهو أثناء حكمة تم استكشاف النفط وتصديره، أول شحنة نفطية في عهده، وهناك كثير من إنجازات النفطية أثناء حكمة. جاء اعتماد الشكل النهائي للمشروع بعد جولاتنا من البحث والاطلاع على التجارب المماثلة على مستوى العالم، ليستند تصميم المعرض النهائي في شكله الخارجي والداخلي إلى صدفة الأمونايت التي تعبر عن رمزية تكوين الاحتياطيات النفطية.
صمم المعرض على شكل صدفة الأومنايت. طبعا صدفة الأومنايت هو كائن بحري متحجر انقرض من 120 مليون سنة، فخذينا شكل صدفة الأومنايت وصممناها بنفس الشكل، حتى لو تشوفونه حين خارجيا هو نفس صدفة الأومنايت. ويهدف معرض الشيخ أحمد الجابر للنفط والغاز إلى إتاحة الفرصة لزائريه للقيام بجولة تمكنهم من التعرف أكثر على الشركة وعلى عملياتها الإنتاجية، فاتحا أبوابه لجميع شرائح المجتمع وكبار الزوار من مختلف دول العالم. حرصت شركة نفط الكويت أن هي تعيش الزائر من خلال الجولة اللي ياخذها في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، من أول عملية تكوين النفط لآخر عملية اللي هي عملية تصديره، وكيف الموظفين في القطاع النفطي يقومون بعملهم في هذا المجال. راح يتم افتتاح معرض أحمد الجابر عن قريب في 2017 للجمهور الكريم، وراح نعلن عليه، وراح يكون الحجز للدخول عن طريق الأونلاين، وهناك راح نعلن احنا كشركة نفط الكويت في إعلانات.